مساء الخير، مساء أهلا بك. الخير للمشاهدين. حقيقة ذكرت أنه تصدر بيانات، لم تصدر بيانات حقيقة حتى الآن إلا من هيئة التنسيق، وللأسف طبعا. وأنا أعتقد أن كل سوري ليس له علاقة بالاحتلال التركي يجب أن يقف في وجه هذا الاحتلال وفي هذه الهجمة على عين عيسى. بعتقد موقف هيئة التنسيق موقف إيجابي، وعندما يقصد أن عين عيسى هي مقياس الوطنية، ربما تعي هيئة التنسيق أن المنطقة الوحيدة في سوريا التي تحظى بقليل من الاحترام الدولي وبقليل من الاحترام لسكانها وبقليل أيضا من الاستقرار، وبالتالي هيئة التنسيق تجد أن هذه المنطقة فيما لو دخلت تركيا إليها واحتلتها يعني انهيار هذا المشروع، مشروع الإدارة الذاتية، وبالتالي انهيار مشروع الإدارة الذاتية لن تبقى هناك أي منصة في سوريا تستطيع مواجهة النظام ومواجهة روسيا أيضا. أستاذ جوان، يعني في ظل حديث هيئة التنسيق عن معيار الوطنية، كيف يفسر الصمت الكامل للحكومة السورية حيال ما يجري الآن في عين عيسى؟ يعني دعني أقول شيئا، موضوع الوطنية ومعيار الوطنية غابت في سوريا حقيقة. لم يعد هناك معيار الوطنية خلال 10 سنوات الماضية، بقي معيار الوطنية هو كيف أنت تحمي السكان المحليين، من وجهة نظري على الأقل، كيف تحمي السكان المحليين من الهجمات، مهاجمات المرتزقة، ومن سلوكياته ومن فظائعه ومن تنكيلهم ومن قتلهم ومن تشريدهم ومن سرقة حتى الأشجار، لأنه الخارطة الجغرافية لسوريا باتت مسحوبة من كل الأطراف، وإذا كان المقياس هو الدفاع عن الحدود السورية فلم تعد هناك حدود. بالنسبة للنظام السوري، حقيقة النظام السوري بالنسبة له المعيار الوحيد هو المحافظة على وجوده والمحافظة على سلطته، وبالتالي لا يهمه لا أن تذهب عين عيسى ولا أن تحتل عفرين ولا أن تكون تركيا في إدلب أو تكون القوات الأخرى في أي نقطة من آخر في أي نقطة أخرى من سوريا. نعم أستاذ جوان، هناك لكن هناك من يقول أن حكومة دمشق والنظام التركي هناك بينهم اتفاق، أو إن لم يكن اتفاق يعني رضا من الحكومة السورية لضرب رمزية عين عيسى كونها هي العاصمة السياسية للإدارة الذاتية. يعني أنا أعتقد ليس هناك اتفاق بين روسيا بين تركيا والنظام، لكن هناك ابتزاز روسي للإدارة الذاتية، وهذا الابتزاز يتم بشكل دائم بتهديد الإدارة الذاتية بأنها سترفع اليد أو لن تحمي أو لن تتدخل، وبالتالي ستترك المجال أمام القوات التركية لدخول هذه المناطق. أما النظام فالنظام حقيقة ليس له أي إرادة بذلك. من تسير الأمور في سوريا بالمعنى العسكري على الأقل هي القوات الروسية، وعندما اتفقت الإدارة الذاتية مع روسيا لتشكيل أو لإيجاد 3 نقاط مراقبة في عين عيسى، كانت تعي أن عين عيسى لا تستطيع حقيقة أن تصمد أمام الهجمات التركية باعتبارها يعني دولة كبيرة ولديها قوات إلى آخره، لكنها كانت تعي أيضا أو تحاول أن تلتف أو تجد خيار ما من أجل حماية هذه المنطقة. لكن من الواضح أن روسيا حتى الآن رغم مرور أكثر من 12 يوم على القصف المستمر والهجمات المستمرة، روسيا لم تحرك ساكنا، فبالتالي ما زال الابتزاز الروسي موجود ضد قوات سوريا الديمقراطية. طيب أستاذ جوان، يعني سؤال أخير وباختصار لو سمحت، زيارة قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينث ماكنزي بشكل مفاجئ للمنطقة ولقائه مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، هل سيغير من توازن التحركات العسكرية في عين عيسى؟ يعني أنا بالنسبة إلي أنا أعتقد أن الوحيد الذي يحمي قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة الإدارة الذاتية هم الأمريكان، حتى لو أخطأوا حتى لو ارتكبوا الكثير من الحماقات، لكن الأمريكان هم الوحيدين المخولين أن يحموا هذه المنطقة، ولديهم مصلحة حقيقية في حماية هذه المنطقة والمحافظة على هذه المنصة
في مواجهة القوات السورية وفي مواجهة القوات الروسية وأيضا في مواجهة الأتراك. غير ذلك ليس هناك أي داعم لقوات سوريا الديمقراطية. بالتالي هذه الزيارة يعني يستشف منها ربما حسنا أو خيرا أن تساعد هذه القوات، أو وردت أيضا أنباء أن هناك مساعدات عسكرية دخلت إلى المنطقة، لا أعلم مدى جد دقتها حقيقة. نعم حقيقتها، لكن هناك مؤشرات أو على الأقل قراءة السياسية تقول أن أمريكا لن تترك هذه المنطقة لقمة سائغة بيد الأتراك أو الروس أو النظام. أشكرك جزيل الشكر جوان يوسف، محلل سياسي، كنت معنا مباشرة من سويسرا.